أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل مركز شباب الجزيرة وانطلاق أول بطولة دوري مصري لكرة القدم للأقزام 2023 تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. معنا المتحدث الرسمي للمنتخب لقصار القامة يوسف الراوي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. النهاردة حابين بقى نعرف طبعا المتحدث الرسمي عن كل الإنجازات اللي حصلت وطبعا الفعالية وأول انطلاق دوري مصري. احنا بدأنا من 6 سنين كنا بنحارب عشان نعمل الدوري ده، وكنا بنحارب أستاذ علي شعبان كان بيحارب عشان يبقى لينا مكان. لحد النهاردة الحمد لله يعني عندنا بطولات زي كاس العرب أو البطولة عربية مجمعة، لحد ما وصلنا النهارده عملنا الدوري اخيرا يعني الحمد لله، فده حلم بالنسبه لنا بيتحقق. يعني ايه الحاجه اللي نفسك تحققها؟ حاجات كتير طبعا، اولهم ان شاء الله يعني ان انا اقدر ان اخد بطوله كاس العالم مع المنتخب اللي هيكون في الارجنتين ان شاء الله في شهر 10، وبطوله الافريقيا الاسيويه اللي في المغرب ان شاء الله في شهر 5 باذن الله ان شاء الله. طبعا ما نفسكش تتكرم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا هيكون شرف ليا طبعا التكريم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما كرمت قبل كده الحمد لله من استاذ اشرف صبحي، هكون طبعا شرف لي ان اكرم من سياده الرئيس. التوفيق والنجاح الدائم وان شاء الله تحصل على كل اللي نفسك فيه ان شاء الله. شكرا جدا لك.